منزلة البر كل يطلبها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: البر حسن الخلق. أعظم صفات البر والوصول إلى البر أو البر كله هو في حسن الخلق، لأن من أحسن خلقه أطاع الله عز وجل ولم يكن سيئا في حقوق الله عز وجل، وكان حسن الخلق مع الناس. البر حسن الخلق.